السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ وحشتوني جدا، يا رب تكونوا بخير. معانا النهاردة درس جديد من دروسنا واسمه التواصل عبر الزمان. التواصل عبر الزمان. طيب تعالوا كده نشوف مع بعض ازاي كانت الناس بترسل لبعضها الرسائل منذ قديم الزمان. طبعا اكيد كانت بشكل مختلف جدا عن اللي احنا بنستخدمه دلوقتي. انا اقدر بمنتهى البساطه وانا ماسكه الموبايل بتاعي او التليفون اقدر ابعت رساله لاي حد موجود في اي حته في العالم، لكن زمان طبعا ما كانتش بالشكل ده، كانت بطرق اكثر صعوبه وكانت بتاخد وقت طويل شويه اكتر بكتير من اللي احنا بنعمله دلوقتي. تعالوا نشوف مع بعض الدرس بتاعنا هيعرفنا ازاي كانت الناس بترسل لبعضها الرسائل منذ قديم الزمان. يلا معايا كده. التواصل عبر الزمان. منذ قديم الزمان اهتم الناس بالتواصل مهما بعدت المسافات. في البدء استخدم الناس الحمام الزاجل لإرسال الرسائل لأنه سريع وعنده قدرة على معرفة الطرق والأماكن. يعني حبايبي الناس كانت مهتمة أنها تفضل متصلة مع بعضها وبتتواصل مع بعضها على الرغم من أن المسافات ممكن تكون بعيدة. يعني حتى لو بعدت المسافات بينهم كانوا مهتمين أن هم يتواصلوا مع بعض. طيب كانوا بيستخدموا إيه؟ أول حاجة عندنا كانوا بيستخدموها الحمام الزاجل. طيب ايه هو الحمام الزاجل؟ الحمام الزاجل ده نوع معين من الحمام، لكن بيتميز بحاجتين اتنين. اول حاجة بانه سريع يعني عنده سرعة عالية، تاني حاجة بانه لديه القدرة على معرفة الطرق والاماكن. الحمام ده بمجرد ما يروح يوصل رسائل مرة خلاص هو عارف الطريق ومش بيتوه ومش بيتلخبط فيه ابدا ابدا. بعد ذلك قام الأشخاص بإيصال الرسائل سيرا على الأقدام أو عن طريق الجيادي. بعد كده يا ولاد الناس بدأت تطور شوية في إرسال الرسائل، فبقت بترسل إما إن هم يذهبوا سيرا على الأقدام أو عن طريق الجياد. إيه الجياد دي؟ الجياد هي الأحصنة، يعني كانوا بيستخدموا الأحصنة علشان يوصلوا الرسائل. طيب بعد كده حصل تطور هائل وفظيع اللي هو انشاء خدمة البريد. بعد كده الانسان فكر في طريقة تكون اسرع وتكون امن، ففكروا في استخدام وسائل المواصلات وان هم عملوا حاجة اسمها خدمة البريد. خدمة البريد دي ان يبقى في ناس شغلها ان هي بتوصل الرسائل من مكان لمكان عن طريق وسائل المواصلات. وسائل المواصلات زي ايه؟ زي السفن والطائرات والقطارات او حتى الحيوانات. يبقى مع بعض كده. ثم تطورت وسائل الاتصال تطورا هائلا، فتم انشاء خدمة البريد لارسال الرسائل بوسائل المواصلات المختلفة كالحيوانات او الدراجات او السفن او الطائرات او غيرها. يعني الإنسان بدأ يستخدم وسائل المواصلات الأكثر تطور في توصيل الرسائل، والحكاية دي كانت اسمها البريد أو خدمة البريد. تعالوا نشوف بعد كده حصل إيه. أما الآن فقد أصبح التواصل أكثر سهولة وسرعة، وذلك بفضل اختراع الهاتف والراديو والتلفاز وأخيرا شبكة الإنترنت. طبعا يا اولاد كل الاختراعات الحديثة سرعت جدا جدا في عملية ارسال الرسائل. يعني انا وانا في مكاني اقدر في ثواني قليلة جدا ارسل رسالة لشخص موجود في مكان بعيد جدا جدا عن طريق الهاتف والراديو والتلفاز وشبكة الانترنت. تعالوا نشوف مع بعض معاني المفردات. الكلمة ومرادفها، واحنا عارفين ان كلمة مرادف يعني معنى، يبقى مرادف معنى. اهتم اعتنى، احسنتم، اهتم اعتنى. التواصل الاتصال، مرادف كلمة التواصل الاتصال.
مرادف الجياد الأحصنة، معنى كلمة الجياد الأحصنة ومفردها الجواد. هائلا يعني كبيرا وضخما، كلمة هائلا مرادفها كبيرا وضخما. اختراع ابتكار، مرادف كلمة اختراع ابتكار. الكلمة ومضادها يعني الكلمة وعكسها. مضاد قديم حديث، مضاد قديم أيوة حديث. مضاد البدء النهاية، أحسنتم. مضاد إنشاء إزالة وهدم، مضاد إنشاء إزالة وهدم. إنشاء بمعنى بناء، فمضادها إزالة وهدم. مضاد معرفة، برافو عليكم، جهل. مضاد سهولة، صعوبة. طيب تعالوا نشوف مع بعض ايه الأسئلة اللي موجودة عندنا في الدرس. أول سؤال بيقول بما اهتم الناس منذ القدم؟ برافو عليكم، اهتم الناس بالتواصل مهما بعدت المسافات، مهما بعدت المسافات. السؤال الثاني، فيما استخدم الناس الحمام الزاجل؟ برافو يا حبيبي، استخدموا الحمام الزاجل في إرسال الرسائل، استخدم الناس الحمام الزاجل لإرسال الرسائل. طيب لماذا ولماذا؟ برافو يا حبيبتي، لأنه سريع وعنده قدرة على معرفة الطرق والأماكن. فيما استخدم الناس الجياد؟ الناس استخدمت الجياد في إيه؟ أحسنتم، في إرسال الرسائل. كيف تطورت وسائل الاتصال؟ وسائل الاتصال ووسائل إرسال الرسائل تطورت بشكل كبير جدا يا أولاد عن طريق إنشاء خدمة البريد. تطورت بإنشاء خدمة البريد لإرسال الرسائل بوسائل المواصلات المختلفة كالحيوانات والدراجات وأيضا القطارات والطائرات والسفن. كيف أصبح التواصل أكثر سهولة وسرعة الآن؟ يعني إزاي اختلف وإزاي دلوقتي بقى أكثر سرعة وسهولة؟ بفضل اختراع الهاتف والراديو والتلفاز وأخيرا شبكة الإنترنت. تعالوا حبايبي نشوف مع بعض بعض الظواهر اللغوية على بعض الكلمات والمفردات من الدرس. كلمة اهتم، تعالوا نشوفها مع بعض، هي اسم ولا فعل؟ شطورة، برافو عليكي، فعل ماضي. الناس، أحسنتم، اسم وفيها أيضا مد ألف وفيها لام شمسية، أحسنتم. بالتواصل، بالتواصل، ناخد بالنا من حرف الباء اللي موجود قبل الكلمة، أحسنتم، حرف جر، باء هنا حرف جر. وأيضا كلمة التواصل فيها لام شمسية. سريع، أحسنتم، مد بالياء. ثم أيوة حرف عطف. تطورت، تطورت، ها هل هي تطورت وانتهت من التطوير ولا ما زالت تتطور؟ أحسنتم، تطورت فعل ماضي. الرسائل، الرسائل كلمة اسم واللام لام شمسية ويوجد بها مد ألف يبقى لام شمسية. أصبح، أصبح هي فعل. طب إزاي أعرف الفعل من الاسم؟ طيب جرب تحط فيها ألف ولام في البداية، ها هنلاقيها الأصبح. طبعا الكلمة مش نافعة جدا خالص، فبنعرف أن الكلمة دي اسم وليس فعل وليست اسم. أصبح فعل ماضي، أحسنتم. سهولة، سهولة، ناخد بالنا من الفتحتين اللي موجودين على التاء المربوطة في نهاية الكلمة ونعرف ان ده تنوين فتح، تنوين بالفتح. اختراع، الكلمة دي اسم ولا فعل يا حبايبي؟ شطار، كلمة اسم ويوجد بها مد ألف. الهاتف، أحسنتم، لام قمرية، هي اسم ويوجد بها لام قمرية. طيب تعالوا نشوف مع بعض يا اولاد ازاي تطورت وسائل المواصلات او السيارات منذ القديم الى الحديث او من القديم الى الحديث. طبعا هنلاقي الصورة دي هي اول شكل لاشكال السيارات، ثم تطورت فبقت بالشكل ده، وفي النهاية
أصبحت بالشكل المعروف لدينا هذا. صل كل كلمة بمعناها. أول جملة بتقول يحب عادل ركوب الجياد، وقلنا حبايبي إن كلمة الجياد بمعنى الأحصنة، أحسنتم. الجملة الثانية حضر الحفل عددا هائلا من الناس. حضر الحفلة عدد هائل من الناس، معنى كلمة هائل بمعنى كبير وضخم، أحسنتم. في المدرسة اخترعت شيئا يشبه الصاروخ. كلمة اخترعت أي ابتكرت. اقرأ النص ثم أكمل. تعالوا حبايبي مع بعض كده نكمل النص بكلمات مناسبة من الدرس. استخدم الناس الحمام الزاجل في البداية لإرسال الرسائل لأنه، احنا قلنا سببين، لأنه سريع وأيضا لديه القدرة على معرفة الطرق والأماكن. الجملة الثانية مع تقدم الزمن تم إنشاء خدمة البريد. برافو عليكم. التواصل أصبح سهلا بسبب اختراع الهاتف والراديو وشبكة الإنترنت. التدريب اللي بعد كده، رتب طرق التواصل عبر الزمان واكتب اسم كل وسيلة أسفلها. أول طريقة يا أولاد استخدمها الناس لإرسال الرسائل هنلاقي إن هي صورة الحمام الزاجل، ودي رقم واحد. يبقى عندنا أول حاجة الحمام الزاجل. طيب تاني طريقة استخدمها الناس، برافو عليكم، البريد. ثم شبكة الإنترنت. النشاط جيم، أكمل بكلمات مناسبة. عندي أولاد أربع كلمات، كل كلمة من دول هضعها في مكانها المناسب. طيب الكلمات هي أرسل هائل رسالة الاختراعات. هقرأ الفقرة وهنبدأ نحط كل كلمة من هذه الكلمات في مكانها المناسب. سافرت جدتي وشعرت باشتياقي إليها، فاقترحت أمي أن ماذا؟ أحسنتم، أن أرسل إليها رسالة، فأحضرت ورقة وقلما وكتبت إلى جدتي أحبك كثيرا وأفتقدك، أنا بخير وأصبحت في الصف الثاني وقد قمت بعمل كم هائل من الاختراعات وأنتظرك حتى تشاهديها، حفيدك حامد. وبكده يكون حبايبي انتهينا من درس بتاعنا النهاردة، التواصل عبر الزمان. أشوفكم على خير إن شاء الله. مع السلامة.